بناطيس. أنا ملحد، الأديان لا تفسر أنطولوجيا الحياة مع الأسف، إنها تتعارض مع العلم. ما الذي دفعني للإلحاد؟ العلم هو الذي دفعني. ماذا لو أثبت لك؟ هل تغير رأيك؟ ستعطيني مثال الرسام والإله، أليس كذلك؟ قل الحقيقة. أريد فتح قوسين، لقد جعلت الظواهر الطبيعية صماء وبكماء. أقول هذا ولا أقول شيئا آخر. هل ترى الطبيعة؟ نعم. هل ترى الطبيعة؟ هل تسمع؟ قلت لك هناك تفسير يا أخي. يجددون العشق، ولهذا يأتي الطفل. حسنا، ما هو توجهك الديني؟ أنا ملحد مادي. مع الأسف الديانات لا تفسر أنطولوجيا الحياة، إنها تتعارض مع العلم. إن كنت تتساءل عما الذي دفعني للإلحاد، أقول إنه العلم الذي فعل. فلسفة بداية الخلق في القرآن الكريم تتعارض مع نظرية التطور في العلم الحديث. لهذا الحدث فكرة الإلحاد تعني عدم وجود خالق. هل يمكنك أن تعطينا دليلا واحدا يثبت عدم وجوده؟ الآن كل هذا بقي في النظريات. القرآن الكريم يفسر بطريقة ما، لكنه لا يعطي معلومة واضحة. إذا كنا سنفسر عن طريق النظريات، الآن قبل نظرية الانفجار الكبير هناك ادعاء أن الكون لم يكن موجود. الآن حتى العلم لم يستطع أن يؤكد هذه النظريات، أي لا يوجد علم يقيني. لكن كيف سيفسرونها في المستقبل؟ لا أدري. الآن ما يجب عليه فعله هو العمل والتصديق بالأدلة الموجودة في يديه. يعني الآن بالنسبة لك، هل هذا دليل على عدم وجود خالق؟ أنت هل تجد دليلا يثبت وجود الخالق؟ إن أردت أستطيع أن أعطيك عدة أدلة واضحة وقطعية يقينية. هل يمكنك أن تعطيني مثال؟ سننطلق في الإثبات، لكن قبلها أريد أن أسألك شيئا. لماذا قبلت بفكرة الإلحاد التي لم تعطيك أي دليل على عدم وجود خالق؟ لأنه لا يوجد أي دليل على وجوده. إذا سألتك أنه إذا كان هناك دليل يقنعك ويثبت لك وجوده، هل تغير فكرك؟ أم ستقول أنا مغلق أعيني وبصيرتي كليا تجاه هذه المواضيع؟ لا أبدا. الآن إذا هناك إله أنا لا أستطيع أن أخدعه. حسنا، يعني إذا الخالق موجود أنا لا أستطيع خداعه بأي شكل من الأشكال. إذا حصلت على دليل لماذا لا أؤمن؟ إذا كان دليل لا يتعارض مع العلم. أما الآن لا العلم يمكنه أن يفسر وجود خالق، ولا الأديان السماوية، ولا الأديان الوضعية الأخرى. إذا أثبت لك هل ستغير رأيك؟ ستعطيني مثال الرسمة والرسام والإله، أليس كذلك؟ قل الحقيقة، أنا أعلم ستعطيني ذلك المثال. سأعطيك مثالا يتقبله عقلك. حسنا، أنا أنتظر. لنفترض أننا مع بعض أمام مسجد السليمية. حسنا، هو مسجد شامخ بمدينة إسطنبول، ونحن أمام هذا المسجد. أنا أحاول أن أعرف عقلا ومنطقا كيف تم إنشاؤه. أربع احتمالات أمامي. الأول، مجموعة من الأشخاص لا يسمعون ولا يبصرون وبدون عقل اتفقوا بينهم وقاموا بإنشاء المسجد. أو الاحتمال الثاني، سنقول أن الحجارة التي بني بها المسجد اتفقت فيما بينها وقالت يا رفاق لما لا تقفون تعالوا ننشئ المسجد، يعني المسجد أنشأته الحجارة. أما الاحتمال الثالث، كتاب داخل المسجد يحتوي على معلومات حول مشروع إنشاء المسجد، فأقول هذا الكتاب الذي يشرح كيفية عمل المشروع وهو الذي أنشأ المسجد. أما الاحتمال الرابع، هذا المسجد هناك مهندس معماري مثل مهندس معمار سنان يرى ويسمع وله إرادة وعلم وقدرة قام بإنشائه. سأقول ماذا كنت ستختار بين هذه الاحتمالات؟ الاحتمال الأخير طبعا، أن هناك مهندسا قام به. فأقول حينها أنه حتما عند فحص جسم الإنسان وأعضائه والنظر في تشريحه نجد أنه أكثر تعقيدا ونظاما من أي بناء وتصميم لأي مسجد. أنا عندما أنظر للإنسان أرى أنه مكون من 100 تريليون خلية تقريبا. حسب ما قال بروفيسور البيولوجيا مايكل دانتون أن كل خلية من جسم الإنسان هي بحكم مدينة كمدينة نيويورك، يعني في جسمي 100 تريليون مدينة، وفي كل خلية يوجد نظام يتكون من 800 ميتوكوندريا فيها مصنع لعشرة آلاف ريبوزوم. وهذا الجسم ليس كالمسجد يتم بناؤه مرة وينتهي. الجسم عنده نظام بناء وتجديد ونمو وصيانة ذاتية في كل آن وزمان. هذا إنسان واحد فقط، ماذا عن تقريبا 8 مليارات من الناس؟ أريد أن أعرف كيف تم صنع وإنشاء هذا الإنسان وهذه الناس. تعال نبحث مع بعض عقلا ومنطقا. سأقول لتشكل هذا الإنسان واستمرار تشكيله أمام 4 اختيارات. الأول، الإنسان أنشأته مكونات صماء عمياء بكماء مثل الرياح والشمس والطبيعة، لكن عقلي يرفض هذا الاحتمال. لماذا؟ لأني سأقول أنه لا يمكن أن تكون هذه المكونات التي لا قدرة لها ولا ترى ولا تسمع ولا تتكلم اتفقت على صنع إنسان. أصلا كنت قد رفضت هذا الاحتمال في المثال الأول. أريد أن أفتح قوس، لقد جعلت الظواهر الطبيعية لا تتكلم ولا تسمع، لن أقول شيئا آخر. هل الطبيعة ترى؟ نعم. الطبيعة أقول، هل تسمع هل ترى؟ كيف يعني؟ أنت لماذا تتحدث عن الطبيعة كأنها كائن حي؟ حسنا، فإن الطبيعة لا ترى ولا تسمع.
أما الاحتمال الثاني سأقول أن الذرات والخلايا اتفقت مع بعضها البعض وقالت هيا يا جماعة لما تتفقون تعالوا نقوم بهذا الإنسان ونستمر دائما في إنشائه، لكن العقل مجددا لا يقبل. لماذا؟ لأننا قلنا في المثال الأول أن الحجارة لا يمكنها أن تقوم هي بإنشاء المسجد، طبعا لا يمكن لذرات بدون إرادة ولا علم ولا شعور أن تخلق إنسان. أما الاحتمال الثالث قلنا إنه لا يمكن للكتاب الذي يحمل معلومات حول كيفية بناء المسجد أن يقوم هو ببنائه، كذلك الحال عند الإنسان، لا يمكن للمادة الوراثية التي تحمل معلومات عنه أن تقوم هي بخلقه، يعني الـ DNA ليست هي التي خلقت الإنسان. هل تعلم أنك قسما من ذاكرتك يأتي عن طريق الـ DNA؟ تتم البرمجة فقط عن طريق الـ DNA، الشفرة الوراثية كتابا فقط ليست هي الكاتب. يا أما الاحتمال الرابع، كما كنت قبلت في المثال الأول أن هناك مهندسا، فعندما أنظر إلى الإنسان الذي هو أكثر تعقيدا ونظاما من المسجد أقول حتما له مهندس. هذا المعمار يتصف بالعلم والإرادة والقدرة والحياة، يعني الخالق، أليس هذا كاف وأكثر منطقيا للدليل على وجود إله؟ الطبيعة الأم، الطبيعة هي التي خلقت، الظواهر الطبيعية هي التي دفعتنا إلى التشكل، إن الأمر بهذه البساطة. هل تعلم أنه في الثانية الواحدة هناك تقريبا 5 مواليد جدد يأتون إلى الدنيا؟ الآن هناك نظام يتجدد ثانية تلو الأخرى، كيف تشكل هذا النظام؟ 9 أشهر البويضة الملقحة تتحول إلى جنين الذي تحول بدوره إلى رضيع ويخرج من رحم أمه. أنت تقول أنه يأتي من البويضة الملقحة التي هي في نفسها بلا علم ولا إرادة ولا قدرة ولا شعور، هل من هذه البويضة حصولنا على نتيجة مثل الإنسان في التعقيد تفسير يقبله العقل؟ يعني أليس الاحتمال الرابع أكثر منطقيا من هذا التفسير؟ نعم يقبله العقل. كيف يمكن أن يحدث؟ معلوماتي في مجال البيولوجيا محدودة، لا يمكنني أن أشرح لك. كيف يمكنك الحكم والجزم على عدم وجود خالق وأنت تقول أن علمك بالبيولوجيا محدود، في حين أنك لا تملك معلومات كافية؟ كيف يمكن أن تكون متأكد وتقول أن هذا الشيء يفعل هذا الشيء؟ ألا تكون هكذا قد تعارضت مع نفسك وأقوالك؟ لا، لماذا أتعارض مع نفسي؟ هذه أشياء مكتوبة. أعطني مثالا، كيف نكتب أن هذا قام بهذا؟ قلت لك أن العلم فسرها يا أخي. يجددون عشقهم ومنه يولد الطفل. حسنا أنا أستأذن. يا إخواني إذا أردتم أن تكونوا شركاء في هذا الخير يمكنكم الإعجاب بالفيديو وترك تعليق، هكذا يكون المقطع قد وصل إلى أكبر عدد من الأشخاص ويمكن أن يجعله الله سببا في هداية شخص ما.